التصوير بسوي الاشياء اللي بسويها بالجود بس وانا فاكر صار معي احد يصور احسن مما اصور عاده نفسي. او موضوع المبالغه في استعمال حركه جسمي بدون ما يستغل عليه، بدون ما يعرض جده، بدون ما يهجم جده. أحاول أهرب من هنا، بقى أسك الزاوية هذه. أغيرها هناك، أنا أسك الزاوية هذه. ثم طريقة بالشكل هذا. هذا قدام عشان ما يحول الرجوع الى تغيير اتجاه بالجهاز فقط حتى يجي على خشمه فقط. هاي درج ورا بالشكل هذا. هاي بسكر عيطات حالي. نوقف. نواجه الاخرى. نرجع هذه. إذا ما رجعت تبغى أحط بس ميدي على خشمه على المدى خفته بدون ما أقول طبعا بدون ما أدخل أقول بعدين تبغى على خشمه بوقف يدي عن خطر بوقف على يدي عن خطر برجع ورا خطر بوقف الجهة الأخرى الله يلف يساوي عند كتفه تمرين القبة الخارجية وأنا يمين أنا يسار وقفت إلى حد ما وقوف استفزاز بالمقعد ثم حس وهذا كده حتى سوينا قاود طالما أن ما قبل تصورها المبالغة باستعمال المقود عندك مرة يعني في خطورة ممكن يحاول يلعب يضرب بس انه كانك واثق بالصورة صورة تخفيك الموضوع لحد ما لو تسوي مثلا ضرب خطأ خطأ هذا لا قطعت ما في فرصة انه يجيني هو يعرف انه متى اوقف الهش وغيره مثلا ناطرني توقف الان انا لو بالغ في المروحة هو ثابت لها
جهاز مو راح بس من جهه اليمين. يعطيني هذه انا ابغى جهه اخرى. احط النقل من الجهه الاخرى عشان اوضح لاني حتى لو اخذت وقت في الذهاب للجهه الاخرى انا الحين انا ماسك من الجهه ذيك ولا هنا فانا امسك النقل انتهينا ابغى ماسك من الجهه حتى لو مسكت انا من هناك انا هنا النقل ماسك من هناك او النقل لابس من الجهه الاخرى هذه النقطات هي اللي بالفعل اطمئن اذا واجهت فيها مواجهه صحيحه لكن ممكن بعد الوقت يواجهك من جهتين مو بس من جهه واحده كذا من جهه اخرى انا سواء علي اليسرى وانا عارف ارجع نفس المكان نفس المكان ارجع عند صدرك هنا جانب الكبت اليمين او جانب الجريمه طبعا مين مهمه الحصان اذا ركب المقود عليه على رقبته واسوي اللي ابغاه على كيف بالشكل هذا حتى نضع الحصنه و رقبته ثبت رقبته اسوي اللي ابغاه عادي مثل لو كنت هنا مثلا اجي انقطع اجي اروح مجال اخرى انا خالده خليني انتهي منها انا اقصدها بال ساك طالما انك سويت بعض الاشياء هنا طبعا تسويها كذا قبل ما تعش عقب ما تعش في الصال في اغلب شغلك في اللغه تجلس فقط توقيف في البدوك والشغل كله الباقي اللي انت تبغاه وانت بتضع الكود وبعد الكود على الركوب حتى لما تبالغ في الركوب خلاص يقل حتى كودك للحصان الان الفكره عقب ما اسوي هذا كله بالغ في البدوك قبل الحصن لاحظ
عن أكله هناك في حيوه هناك هو زي ما اللي خليه لو أهمل ويروح هناك اللاعب هناك أنا أعطيه فرصة معه. لو ما جاء أنا بقى أطرد أنت باخذ أعطيني فرصة يجي لاحظ لو عارف أنا لو حاش ما بعرف أطرد له ما خليه يجي بتحرك هناك نفس الفكرة تعرفين حوة اللعبة والحماسة هي ويروح هناك هناك هي أنا بركب في القطار ويروح هناك للهدوء مستعد قطار زين لو حاول ما يركز ياخذه ودي يروح هناك بس ما دام مركز معي أنا بروح هنا ولو الحاش بحكي الجانب كل صورة من القطار نتحكم من جهة أخرى لو بارك من الجهة الحين عدم الهروب زايد عدم العلو أنا بروح للمحسة وهو يتحني ثم بحس ركض من الحس مم السوق اللي كان طبعا قبل الحس ويحب الحس أو أنا بكتب تحب الحس واثق سهل الحس بدون ما يمسك ماكس حبله لكن بيحاول يحارب بيحاول يعوض بيحاول يقرطك وغيره اذا كنت قادر على التعامل مع عضه ولعبه في كوعك او بيدك بنفس الوقت ما يهرب ولا يبالغ يعني لا هو اللي يبالغ في الهجوم عليه او ضربي ولا هو اللي يهارب زياده يعني هم مو ماسكه هذا انت وانت انك تحس حصان ومسوق سهل تحس انك اصلا يحب الحس كلام انه يسيطر على الاشياء اللي بيسويها اثناء الحس للعضه والهجوم وغيره وانا من الناس لو زاد الموضوع لا بترك المقبل عايز انا اشرحها كشرح المخطفات فقط لما اجي ادخل عليه بس اوقف البدوء او هو يجيني على طول اركب المقبل واقعد شوي ثم يوم الركوب اركبه بس ما بتعمق في لغه الجسد حاليا عقب ما سويت الاشياء الاساسيه تتعامل بلغه الجسد بعمق عشان تجهز للكود اذا قعدت زين كثير خلاص تكتفي باشياء محدوده بلغه الجسد كذا في الكود الكود عشان الركوب اذا كل شيء تبغى تسويه في الركوب سويته في الركوب يقل فعلك له في الكود بس لما تجي تسويه عقب فتره بعدم فعله تلاحظ مدى احترام الحصان له وعدم استغراب الحصان منه انك لما سويته على سنه حتى لو قعدت فتره ما سويته بالشكل المكثف قاعد تسويه بشكل مكثف في اوضاع اخرى زي الركوب والجول وغيره لاحظ الحصان في الصدر وعند الركبه ما في اي محاوله عض او محاوله هروب باقي تحت عدم ضرب ورف وعدم هروب ثم محاولة زين هنا مخوض لها ما يجي بس بوقف على المسكن زي ما تصرف ما يجي ما يمشي معي والمحسة على ظهرها خلينا نشوف ليش مثلا ما يجي حتى المحسة
الله ما حط لك كلمة احترام لي. هنا في تعال. خلي يجي ثم يرجع لنا بوقت. موخرش كبير.